من فريق العمل تحية إلى كل مشاهدي تلفزيون لبنان بلبنان والعالم، وحلقة جديدة مع وليد عبود. لا تزال مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في قمة تغير المناخ العربي الخبر القمة الذي يعلي جبلا بين مرحلتين، أولى رحلت وقد طبعها التحارب، وثانية استقدمت سمتها التسالم. فقد عاد الأسد إلى الجامعة العربية على صهوة حصان سعودي كرئيس مكتمل الجينات العربية بعد غياب دام 12 عاما، فالتأمت العروبة من جديد على أرض جدة. وبما أن التعريب ماشي، من حقنا كلبنانيين أن نسأل: أين محلنا من الإعراب؟ هل سنضم أم سنكسر وتضاف إلى كسرتنا السابقة كسرة؟ هل سلكت السينسين طريقها مجددا إلى بيروت؟ وهل الطريق إلى قصر بعبدة ستخلو قريبا من الألغام الخارجية لتصبح سالكة وآمنة؟ وإذا كان الفريق العربي في صدد تفكيك الألغام الخارجية، من يفكك الألغام الداخلية؟ داخليا ثمة التقاء مسيحي على السلب، ولكن جبران باسيل بين كل المعطلين يبقى الرجل القابض على اتجاه الريح الرئاسية، فهو يقف منذ 7 أشهر على مفترق طريقي الموالاة والمعارضات، لا يحيد يمينا ولا يميل يسارا. وإذا كان وقوع فأس الفراغ في رأس الجمهورية لم يدفعه إلى الاستعجال، فهل الفراغ المرتقب في رأس الحاكمية سيدفع به إلى استعجال خلط زيته بماء الموالاة أو المعارضات لنصبح أمام مرشحين رئاسيين جديين؟ ملفات لبنان والمنطقة على طاولتنا الليلة مع ضيفنا من داخل الاستوديو وزير الصناعة والنائب الأستاذ جورج بوشيكان، وخلال الحلقة مداخلة أيضا من خارج الاستوديو مع الصحافي والمحلل السياسي نضال السبع. مساء الخير معي الوزير، أهلا وسهلا فيك بتلفزيون لبنان. أهلا وسهلا فيك، يعني هاللقاء كان لازم يصير من زمان. ايه أكيد، بس الظروف صح، إجا الظروف طبعا. أكيد إجا بوقته، وخصوصا أنه ناطرين كل الناس جلسة مجلس الوزراء الجمعة. هل ستبحث هذه الجلسة كما يتردد وربما من خارج جدول الأعمال بموضوع حاكم مصرف لبنان؟ موضوع حاكم مصرف لبنان داولنا فيه بالجلسة التشاورية الآن، نعم، فيها الرئيس مئاتي يلي التنين كان. يلي كانت التنين بعد الظهر، نعم، وهذه كانت مشاركة فيها كل القوى السياسية، يعني كل أغلبية مجلس الوزراء كانوا حاضرين، كان من جميع الأطراف السياسية. وبهذا التداول يعني كان الواقع تبع الحال تبع الحديث كله سوى جلسة تشاورية، انه اليوم نحن كحكومي كسياسيين ما فينا نتدخل بالقضاء. لا يعني بس بماذا عن التدخل بالقضاء؟ لا، موضوع هذا قضائي. اوكي، هذا واحد. اثنين، صار في مداخلة بالجلسة انه اليوم حتى مع نحن مع فرنسا ما عندنا نحن اي اتفاقات، في اتفاق مضى من الجانب الفرنسي ما مضى من الجانب اللبناني كرمال تسليم المتهمين اما اي شيء. فهيدي من النقاط كمان. اثنين، الموضوع هيدا بعد ما انبت عنا بالقضاء وبعد ما صار، يعني كله اغلبيته وصلنا بالاعلام اكثر من ما وصل فعليا كملف، وحتى الملف بعد ما اجى من فرنسا عند مدعي عام التمييز، صح، حتى الملف يعني بعد ما اجى، فكل المواضيع كانت عم تتسبق على هيدا. كل الوزراء كانوا متفقين؟ لا اكيد، كان وزراء التيار كانوا متحفزين عن هذا الامر. يعني لا، ما يعني في شوي قسم من جماعه من قسم وزراء التيار، قسم لا، يعني في بهذا الموضوع يعني ما كانت الموضوع مثل في انه ارادي 100%، كانت هي تشاورية. وهون احنا صار في التداخلات التشاورية وهذا. وبعد في نقطه كانت كمان كتير اساسيه خلينا نحطها باطار. هلا نحن بعد في 2 شهر و10 أشهر وعم تنزل يعني يوم عن يوم، فانه هذا الموضوع بحال قصه الاقاله وهذا، هذا موضوع كان لازم كدوله كحكومه كان لازم تقوم فيه من زمان.
مش هلأ بآخر مرحلة بس صار في محكمة في بفرنسا. أما اليوم يعني برأيك أنه لو كان في قرار بوقتها من بدء الملاحقات كان لازم يتخذ هذا 100%. يعني مش هلأ بس صارت الأمور يعني على مثل ما بيقولوا على خواتمة لهذا الموضوع أنه نجي نفوت بشيء مش معروف. بس هلأ لأنه انطلاقا من مذكرة التوقيف الفرنسية وأنه طالبين من الانتربول يعني هن يمكن أنه صار في وقع هلأ كتير قوي بالموضوع. أوكي خلينا معلش مع احترامنا لكل الدول وهيدا بالنهاية في شيء سيادي وفي مصلحة الدولة العليا بهذا الموضوع ونحن فتنا بأزمة طويلة عريضة وهيدي من الإجراءات هيدي مثل الكابيتال كنترول وا 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 يلي كان لازم تصير بأيامها من الإجراءات انتركت كل الأمور وصارت تتداول تتداول وصلنا لهون يعني وبالنهاية قضاء اللبناني عنده استقلاليته يعني النهار بس تتدخل بالقضاء بلك تدخل بالقضاء وهي ما بنسمحها على حالنا ولا يوم يعني دولة الرئيس أما نحن كلنا كحكومة سمحنا لحالنا ندخل بالقضاء يعني القضاء عنده هيكليته وعنده وعيه هلأ قصة الحكومة إنه هي حريصة على استقلالية القضاء أو بالحقيقة هي عاجزة عن اتخاذ قرار. لا هي منا قصة عاجز لا هي منا قصة. لا منا قصة عاجز. أكيد منا قصة عاجز. حكم مصرف لبنان عم يحقم يعني قيد التوقيف هلا ممنوع من السفر. طب معقولة إنه شخص بهذه الأهمية يعني يمكن رابع مركز بالدولة أو خامس مركز ما بعرف إنه يكون ملاحق دوليا وأن يبقى في منصبه؟ ليك استاذ وليد. منا قصة إن إقالة وما غير إقالة شو بده يغير هذا بالواقع هلا هذا اللي احنا عم نحدد فيه بينحفظ ماء وجه لبنان انت امبارح سمعت انه عم ينبحث انه ينوضع لبنان بالمنطقة الرمادية فيما يتعلق الوضع المالي انا بالنسبة لهذا الموضوع كله بعتبرها تهويلات اعلامية وتهويلات قصص لانه اليوم بنهاية مصرف لبنان هي مؤسسة قائمة لحالها اوكي بلس في هلا تذكرت كمان شغله بدك تشوف شو بيقول قانون النقد والتسليف يعني ما في كتير قضايا لانه يعني عنده خصوصيته مصرف لبنان عنده خصوصيتها بتختلف عن كتير من المؤسسات وعن الوزارات عنده خصوصيتها وعنده هيكليتها وعنده قوانينها يعني هون هذا الموضوع يعني ما فينا اليوم نحن كحكومه كل المواضيع كل الفتره نحن تعاطينا فيها عم نتعاطى فيها بحكمه هي منا قصه عجز اما عدم عجز بحكمه او وفق ايقاع الثنائي البعض بيقول لا ما دخل الحامل الاساسي هلا صار الرئيس نبيه بني ومن وراءه حزب الله فيما يتعلق بحكم مصرف لبنان بالتالي كلمه السر معهم انه لا استقاله لا اقاله ومع انه الرئيس نجيب ميقاتي انكفأ شكليا لانه ما بده يتحمل تمنع على الصعيد الشعبي لك هيدي بالسياسي اوكي بيطلع كتير قضايا بالسياسي بنطلع كتير قضايا بس الواقع نحن اليوم بهذا الظرف ونحن كل الفترة خلينا نحطها شوي بإطار ورح استغل منبرك انه كل الامور اشتغلناها بحكمة بالظرف المعين ويلي واضحة بالبلد في انشطار عمودي كبير مظبوط ام لا فما فينا نجي اليوم على الانشطارات وعلى هاي المواضيع والتداخلات بعد نزيد الأمور أكثر وأكثر قضايا بدها حكمة هلأ لو كان الموضوع هذا اليوم أنه في فترة طويلة لحاكم مصرف لبنان وهذا كل يعني كل حالة عم تندرس بجوانبها بأمورها بوضعنا بكل الأمور يعني من القضايا هيني مثل ما بتنقال إجراء القضاء اللبناني اليوم يلي اتخذه بمنع سفر الحاكم وبأنه أخذ باسبورات الباسبور اللبناني والباسبور الفرنسي هو حقيقة منه لحماية الحاكم أكثر مما هو لمعاقبته أو للحد من حركته هذا الموضوع هو إجراء طبيعي بيخده وهذا إجراء اليوم معروف هاي بلبنان مش أول مرة أول حالة حتى نحطها بإطار أنه اليوم هيدا الموضوع لا يحميه وراح ينقال بكره بهذا الموضوع بس بلبنان معروف طول عمره بس يكون في حدا هيك ملفاتها اول اجراء بتاخده الدوله هو منع السفر يعني منه اجراء خارج الطبيعه حتى نقول هيك فما فينا نحكم على قضايا كيف القضاء اليوم بده يتصرف كيف القضاء راح ياخذ مجرى بهذا الموضوع وين خواتيمه كيف راح تصير فمش هناك هي كانت يعني وهيدي يعني القناعة اللي طلعنا فيها بهالجلسة انه خلينا نترك الموضوع هو للقضاء هو يبت فيه
على ضوء التطورات اللي بتصير بهذا الموضوع. بس انتم هم مطمنين انه بشهرين وخمسة ايام القضاء يمكن لن يبط نهائيا بهذا الملف، يعني بالتالي بترتاحوا من هالمسؤوليه هي. يعني هيدي الحكمه، يعني هيدي وحده من الحكمه، خلينا نحطها باطار، خلينا نحطها بحكمه. انه برجع بكرر وباكد انه ليش ما نقال من زمان، ليش ما نقال باول الازمه، ليش نقال ضمن اول منعطف نعمل. يعني كانك عم بتقول لا انه كره النار بدها انتم تتحملوها. ما كله هو نحن اليوم عم بحملونا اياه بكثير مواضيع، يعني كحكومتنا خلينا نكون واعيين ونكون صريحين مع العالم. يعني نحن تحملنا وما عندنا مشكله، نحن متحملينها ورح نتحملها ورح نضلها متحملينها لحين انتخاب رئيس الجمهوريه، وإن شاء الله المرحلة الجاية تكون كلها إيجابية والقصص. بس نحن تحملنا هذا المواضيع ودرنا الأزمة هيدا، وفي أمور كتير من الإيجابية عملناها اللي كتير كمان حتى الرأي العام ما بيعرفها، بس عم نشوفها عوية على الأرض، وخاصة بقطاعات الخاصة اليوم عم نشوفها، وقطاع العام يلي بلش يقلع شوي شوي ويتحسن والمواضيع هيدا. يعني كان عنا جي دي بي بهذيك السنة زاد 2.5%، هاي السنة متوقعين 3% بهذا المواضيع. فخلينا نروح شوي على الإيجابية هل بمعزل يمكن أنتم نياتكم حسنة كحكومة، بس السؤال اللي بيطرحه الرأي العام هل منه بالعمق وبالحقيقة الطبقة السياسية أو المنظومة السياسية هي اللي عم تحكي، هي يلي عم تحمي حاكم مصرف لبنان اليوم؟ بدنا نكون، خلينا نكون صريحين. في عجبني ما قال ريتو 300 مليون مقابل 180 مليار. 300 مليون المتعلقة بالحاكم بالحاكم حسب ما طالع الدعاوي، حسب ما عم نقرا هذا الموضوع. ما عندي انا ارقام، وما انا بالنهاية ما بتهم حدا الا كل المتهم هو بريء لحين اثبات براءته. في 180 مليار ليش ما انه موضوع كبير وموضوع يعني أصلاً. هون هل التيار الوطني الحر عم بيهدف بغير المكان الحقيقي؟ يعني لأنه هن اللي أثاروا هذه الدعاوى بالنتيجة بحق الحاكم. لك موضوع هيدا كبير وموضوع كتير متشعب هيدا، وأنا برأيي هو هيدا موضوع من المواضيع السياسية الأساسية بالبلد. يعني هيدا شيء كتير أساسي، مثل الشق الاقتصادي، مثل الشق السياسي، التوافق السياسي، مثل الشق المرحلة اللي جاي، نظرتنا للمرحلة اللي جاي، نظرتنا للمنطقة وتغيرات المنطقة بهيدا. يعني في موديل معين ما عم بيتغير عنا بعد عايشه كل الفترة يلي كنا فيها بالحكم، يلي بعدنا نحن فيها وما قبله بعدنا هيدا، يعني ما عم نتغير بالأمور. يعني في بده يتغير برأيك؟ أنا مفروض تغير لأنه الهوى هيك. هوى من وين؟ الهوى جايين الهوى. الهوى المنطقة، يعني المنطقة كلها سوا. هوى جدة؟ هوى جدة، هوى الاتفاق الإيراني السعودي، الهوى البلدان العربية كلها سوا، يعني كلها تطلع فيها كلها اليوم صار في نظرة جديدة، صار في رؤية جديدة. يعني ونحن يعني ما فينا نكفي بهاي المواضيع، نضلنا مثل ما بيقولوا نبرم محلنا. يعني في كيف معقول نطلع من الدوران محلنا؟ كيف بالتوافق كلنا سوا ونحن نقتنع بقى انه كلبنان مكونات اللبنانية كلها سوا، نقعد على طاولة نتحاور. انت مع يعني حزب الطشناق مع دعوة؟ انا ماني، تعرف انت اليوم انا بعد اللي صار انا ماني بحزب التشناك، انا اساسا ماني كنت حزبي، كنت بكتله نواب الأمن. كان القرار جدي نهائيا؟ كان القرار جدي او شكلي؟ لا قرار جدي 100%. لا كان قرار جدي، لا اكيد كان قرار جدي. لك حزب التشناك ما بيمزحوا يعني خصوص صوتك بالانتخابات الرئاسيه. بالنسبه لهذا الموضوع بعتقد بنكون نحن كلنا فرد فريق مع فرد حدا. مع مين؟ ما لنشوف وقتها، كل شيء لوقته. طيب ما دام عم نحكي هالامر، تردد انه حزب التشناق بما انه انت وياهم بذات المركب، انه ابلغوا الثنائي بشكل او باخر، وابلغوا تحديدا حزب الله، انه منهم قادرين يمشوا بخيار سليمان فرنجيه لانه الشارع
المسيحي ما يمكن يعني أنه ما يكون يتقبل هذا الموضوع، هل صحيح هذا الأمر؟ أنا ما معي خبر على هذا الموضوع، وأنا بالنسبة أجوائك كل شيء مصلحة. أنا أجوائي لا ما عندي، سمعت هاي الخبرية بس نحن تاريخنا معروف دائما مع الدولة ومع مصلحة الدولة اللبنانية، هيدا واحد. واثنين اللي بده يترشح كله راح يكونوا مع الدولة، يعني ما هيدي بنشوف نحن. وأنا شخصيا بحكي عن حالي، حتى ما بدي أحكي عن العموم لأنه ما لي حق أحكي عن العموم لأنه أنا اليوم مستقل بهذا الموضوع. بس أنا بمشي مع المصلحة وين تمشي لتمشي بقى الأمور، يعني ماني من الأشخاص رح يكون يوم الأيام معرقل لأي مشروع تسوية بتجي لصالح لبنان. هذا اللي بحكي فيه. وين المصلحة اليوم برأيك أنه ينزلوا اللبنانيين بالأحرى أنتوا كنواب أنه تنزل ويكون في مرشحين اثنين، هيدا الحل، أو أنه لا يتم التوافق، يتم التوافق على واحد قبل النزول إلى الحل حل. الحل لين منيح، الحل أنه يصير في توافق وننزل كلنا سوا ونتوافق على هذا الشخص، أوكي. وبالنسبة لهذا الشخص فينا يكون في لجنة حوار، جلسة حوار يتفق فيها عن النظرة المستقبلية تبع البلد، كيف بدنا نفكر خلال مش هي بس العهد اللي راح يكون، هي وين بدنا نكون بالعشرين خمسين أما بالعشرين ثلاثين مع الهوى، يعني في نظرة رؤية طويلة عريضة لازم تكون متبحثين فيها. يا أما إذا ما في هيدا الجو تبع هيدا، فينا نروح على موضوع يلي هو يصير في مبارزة، وهي مبارزة ديمقراطية وهي بتصير بكل دول العالم، أنه في مرشحة. طب اليوم لنفترض أنه هي مش لنفترض هي هيك، في مرشحين مطروحين من ميل الأستاذ سلمي فرنجي رئيس تيار مردة ومن ميل الوزير السابق جهاد أسعود، بهالحالة لوين بيروح صوتك؟ مين برأيك عنده هذه الرؤية المتكاملة يلي عم تحكي عنها؟ هذا الجو، لك الجو دائما هي كل الموضوع مترابط ببعضه مع قراءة المنطقة. وبهذا الموضوع يلي هو هيدا هو الرئيس سلمي فرنجي، برأيك هو الأقرب لإلك يعني، يعني لتطلعاتك. إذا بدك تقرأ اليوم، إذا بدك تقرأ واقع الأرض، بدك تقرأ واقع المنطقة، أوكي، هيدي عضوة من هيدا المنطلق. ف يعني من منطلق التقارب السعودي السوري، السعودي السوري، الانفتاح على المنطقة كلها سوا، نحن فيتين على مرحلة كلها سلام، كلها هدنة، كلها الوزير السابق جهاد أسعود رجل حرب. خي أنا ما أنا ما 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 بفوت على فريق تاني، أنا اليوم عم تحكيني بالواقع. اليوم أنا في الوزير سليمان فرنجي هو المرشح الوحيد اليوم موجود على على التداول، كاشوس وغيره ما بنعرف حدا. اليوم ما يعني ما في النائب ميشيل معوض بعد ما انسحب، يعني النائب ميشيل معوض ما كان له حظوظ، يعني جرب يعني 11 يعني جلسة جرب 11 برأيك لين رئيس نبيه بري ما عم يفتح مجلس النواب؟ هل لأنه ما بده يجرب برئيس تيار المردة؟ ما دخل انه قصة التجرب ما تجرب، انه اليوم ما بتعرف كيف صار في امتعاض يعني كبير انه بهذا الموضوع هذا كله سوا، ومن هونيك انطلقت فكرة قصة الحوار والتوافق على هذا الموضوع. وما لي شيء استاذ وليد، حضرتك بتعرف حضرتك زلمي عريق بهذا الموضوع، لبنان طول عمره بيمشي على التسويات، مزبوط ام لا؟ طول عمره هيك من بيمشي بالتسويات. ايه بس بيقولوا انه عم نعمل تسوية، يعني اليوم مثلا رئيسنا بيبري عم بيأكد انه ما حدا يقول انه ابواب مجلس النواب موصدة للتشريع وللرئاسة. طيب من 19 كانون الثاني لم تفتح هذه الابواب لاي جلسة انتخاب، هذا لا يعني انه ابواب مجلس النواب موصدة امام انتخاب الرئيس؟ ليك ما في، برجع بكرر، رح نرجع على اللي حكيناه قبل، انه ما صار في 11 جلسة متتاليات وين وصلت؟ بضل فاتح، انه كمان بامريكا صارت انتخابات رئيس مجلس، ضلوا ضمن مجلس النواب لحتى انتخب. استاذ وليد، البيوغرافيك تبع لبنان والتركيب الجينيتيك تبعنا بتختلف عن كثير من الدول من العالم، بتختلف عن كثير او عن كل الدول. يعني عنا تركيبتنا الخاصة يلي كلنا بنعرفها وكلنا عايشينها، وانا دائما بقول هيدي ايجابيه وسلبيه. طيب. بس انا دائما بشوفها هي ايجابيه، هالميزه اللبنانيه اللي هو مكونه
والتركيبة كله سوا. وهيدا اللي لازم نحافظ عليه، وهيدا اللي لازم نتحاور عليه، وهيدا اللي لازم نكون على ضوءه نعمل الرؤية، لأنه هيدا شيء إيجابي للبنان كدولة لبنانية بالمنطقة كلها سوا، لأنه نحن دولة صغيرة أكيد، وبهمنا على طول الانفتاح على كل دول الجوار أكيد، مش بيناتهم إسرائيل. طيب مدام عم نحكي عن مواقف أذائسنا به، بدي اعتبر أنه 15 حزيران هو أنه لازم يندعى أو لازم أنه ينتخب رئيس قبل هذا التاريخ، هل تتوقع هذا الأمر؟ أو برأيك هذا بإطار التمنيات هذا الكلام؟ أنه اليوم يعني رئيس بري أنه قصة 15 حزيران طلب أنه الفريق الثاني يجيبوا مرشح الثاني، يتفقوا على مرشح الثاني بس عم بيقول له الفريق الثاني أنت افتح مجلس ونحن ندبر حالنا، أنه لشو عم بتقول له أنه دبر لي مرشح؟ هن عم بيقولوا أنت عمل شغلك ونحن بنعمل شغلنا، وإذا ما عرفنا نعمل شغلنا فليكن، بيطلع رئيس تيار مدد السامي فرنجي. طيب أنت برأيك، أنا رح يرجع السؤال، أنت برأيك إذا ما في اتفاق على فريق تاني بالانشطار العمودي الموجود اليوم بمجلس نيابي ممكن توصل لنتيجة؟ ما أنت لو بتعرف أنه فيك توصل لنتيجة لمين ما كان، إن كان للفريق أما الفريق بتقول بس اليوم بالانشطار هذا ما بتحط الأرقام كلها سوا، ما في جدوى هل ما يصير في ما انطلاق منه. هل برأيك لأنه الرئيسنا بيبذل بيعرف بقرارة نفسه أنه ما في بعد الأكثرية المطلوبة للوزير السابق سامي فرنجية؟ هلا حسب الأرقام بتقول الأولية، وأكثر واحد عنده أصوات اليوم، إيه أكثر واحد أكيد بالنسبة. عنده الأصوات اللي عنده اليوم، هيدا وقع الأرض، بس ما في الأكثرية المطلوبة، ما في بعد الأكثرية المطلوبة. هلا طب مين التاني؟ هلا يبقى خي معواد، هاي نحن بتعرفها، لتغذي شخص بتطلع شخص بصير بيقوى هيداك الشخص، مزبوط ام لا؟ طب ما في شخص اليوم عم نحكي بفكر بنهج بنهج، يعني نسمع اسامي، يعني برايك انطلاقا منهم بعده بعيد الاستحقاق الرئاسي الفعلي؟ انا برايي ما بشوفه بالقريب القريب، ما بشوفه بالقريب القريب، يعني من صيف بلا رئيس لك ان شاء الله؟ لا بصراحة إن شاء الله لا، وأنت بتعرف بلحظة ما وبوقت ما وبقرار ما وبقرار ما وبكلمة سر ما وبكلمة سر ما وتجي القصة. وأنا قبل ما تجي هاللحظة وقبل هاي يا ريت لمرة واحدة نقدر نقعد نتحاور كلنا سوا تحاور جدي مثل ما بيقولوا من القلب للقلب على كل القضايا بالبلد بصراحة، لأنه لبنان بحاجة لهذا الموضوع. يعني هل أنت مع المسعى اللي عم بيقوم فيه نائب رئيس مجلس النواب الياس مصعب حول هذا الموضوع؟ أكيد هذا كل شيء إيجابي، هذا كله من نوع الإيجابية، هذا كله من الإيجابي، يعني شو فينا نعمل أي نفحة إيجابية ما أي. خلينا في نقطة أنا بهاي النقطة كتير بركز عليها وكتير بشوفها أساسي. نعم. في نظرة جديدة لازم نفكر فيها ونتطلع فيها للمرحلة اللي جاي على جميع الأصعدة، وبأكد عليها وعم بعيشها وعم نلمسها وعم نشوف قدي نحن بحاجة إلى تنواكبها لنواكبها ولنستمر نحن، لأنه مسؤوليتنا نستمر ونواكب التطورات اللي بتصير بالمنطقة. ما فينا نعزل جزيرة بالعالم، يعني نحن بني ما فينا نضلنا منكفئين على حالنا هيك كمان. يعني الانفتاح كتير ضروري، التحاور كتير ضروري، سميع صوت الآخر، بس سميع صوت الآخر لمصلحة الوطن، مش لا لمصلحتي ولا لمصلحتي منا للمصالح الشخصية. رح نستمع هلأ انطلاقا من هون نكون بمداخلة مع الأستاذ نضال السبع. مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير ويعطيك العافية. طبعا عم الوزير والمشاهدين شكرا لك. طبعا عم تسمع فيما يتعلق بهالنظرة الجديدة أو المقاربة الجديدة للمنطقة، برأيك التقارب السعودي السوري وما حصل في قمة جدة هو فتح صفحة جديدة حقيقية على صعيد المنطقة ولبنان؟ يعني لا شك، أنا أولا أنا كنت حوالي تقريبا قبل حوالي 7 أشهر يعني تحدثت بالإعلام، ما بعرف إذا كنتم متابعين، عن زيارة سرية أنفية اللواء حسين بلوقة انطلاقا من بيروت، وصار في لقاءات مع اللواء خالد الحميدان. فأنا باعتقادي الشخصي أنه
يبدو أنه قطار التسوية يعني يبدو أنه وصل إلى لبنان. بالمعلومات أنه الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان حاضرا في القمة سمع همسا أنه الاتفاق السعودي الإيراني عمليا فتح الأبواب أمام الحل في اليمن، وهذا الحل انتقل للعراق وانتقل إلى سوريا، وهو حكما سوف يلقي بظلاله على الساحة اللبنانية انفراجا بالملف الرئاسي أو حتى بالملف الاقتصادي. طيب خلينا نحكي استاذ نضال، ملف وملف، بالملف الرئاسي كيف يمكن أن ينعكس هذا الأمر أو هذا الموضوع؟ أولا لا شك أنه أولا كلمة السر الرئاسية لبنانيا عند الأمير محمد بن سلمان. نحن بصراحة شهدنا تدرج في الموقف السعودي، يعني نحن كنا أمام فيتو سعودي حول سليمان فرنجي، انتقلنا إلى مرحلة المواصفات ثم انتقلنا إلى مرحلة اللا فيتو، وهذه المرحلة كان من ضمنها لقاء المباشر بين الوزير سليمان فرنجي والسفير وليد البخاري. طبعا أنا بدي أكشف شيء، أنه خلال اللقاءات التي عقدها المتعددة التي عقدها السفير وليد البخاري، يعني بإحدى اللقاءات أولا حث النواب اللبنانيين على ضرورة الإسراع لانتخاب رئيس للجمهورية، واحد. النقطة الثانية أيضا قال بصريح العبارة أنه بعض الأطراف اللبنانية حاولت أن تحمل المملكة مسؤولية تعطيل الانتخابات وأن تحمل المملكة بأنها تضع فيتو على هذه الشخصية أو تلك. أنا جيت على لبنان حتى أكد اللبنانيين أنه المملكة لا تضع فيتو على أي شخص بما فيه سليمان فرنجي. الأمر الآخر المهم يلي حكاه السفير وليد البخاري بيقول أنه مشكلة كبرى إذا الأطراف المسيحية يعني لم تتفق حول شخصية تقارع سليمان فرنجي في صندوق الاقتراع. في تلك اللحظة على هذه الأطراف أن لا تعتب على المملكة العربية السعودية في حال أنها اتخذت قرارا يعني جديدا. أنا باعتقادي أنه القرار الجديد يلي من الممكن أنه المملكة العربية السعودية تنتقل له وهو المربع رقم 4 بالمرحلة الرابعة، وهي تبني خيار سليمان فرنجي حتى هذه اللحظة. تكي هل تتوقع هذا الأمر؟ بحكم المؤكد حتى هذه اللحظة مسار المفاوضات بين الوزير جبران بيسيل والدكتور سمير جعجع يبدو أن هذا المسار فشل. أيضا عمليا المعارضة أو خصوم سليمان فرنجي كانوا يتحدثون عن 65، يعني عمليا إذا بنحسب القوات اللبنانية 20 نائب، 20 هم 40 نائب بالتيار الوطني الحر بالإضافة للقوات اللبنانية بالإضافة لعشرة أصوات من كتلة التغيير، أربعة أصوات من الكتائب هي صرنا 54، أربعة أصوات من كتلة التجدد هي صرنا 58، وبالتالي يبدو أنه الخصوم سليمان فرنجي أضافوا كتلة الوزير وليد جنبلاط. يعني حينما يقول الوزير وليد جنبلاط أن خياره يعني شبه الملاط، عمليا هو يقول للمعارضة بصراحة لا تحسبوني من ضمن 65. أيضا يعني عمليا حديث النائب ألاء عون قبل 3 أيام هو نعى عمليا يعني حظوظ جهاد أزعور، وبالتالي لا إمكانية لأي توافق بين قوى المعارضة. بس طرح بالمقابل استاذ نضال، بس طرح بالمقابل أنه ممكن السير في الخيار إذا تبنت القوات اللبنانية أو المعارضة أحد أعضاء التكتل. يعني أولا في حال ذهبوا إلى هذا الخيار ربما نجد الثنائي الشيعي يذهب إلى خيار التعطيل، بالتالي أيضا بقينا في نفس المسار وبالتالي لم نصل إلى نتيجة. أنا باعتقادي الشخصي بالمعلومات أستاذ بليد السفيرة الأمريكية يعني تحدثت أمام أحد الشخصيات السياسية أنه أولا هي تتوقع أن يعني شهر حزيران سوف يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وهي بتقول أنه يعني في مجلسها الخاص أمام هذه الشخصية أنه في حال تم انتخاب الوزير سليمان فرنجي أنه الإدارة الأمريكية سوف تتعاطى بشكل إيجابي مع هذا الخيار. فبالتالي عمليا أنا باعتقادي الشخصي أنه حتى هذه اللحظة وخلال 7 أشهر برغم من كل المسار وبرغم من كل الشخصيات التي طرحت من قائد الجيش إلى ميشيل معوض إلى جهاد أزعور إلى صلاح إحنان إلى كل الشخصيات، حتى هذه اللحظة الوزير سليمان فرنجي ما زال يتمتع بدعم من الجانب الروسي من الجانب الفرنسي وأيضا من جانب يبدو أنه من الرياض. يعني بالمعلومات هذه
أنه الأطراف داخل نظام الحكم في المملكة العربية السعودية لم تعد يعني لم هي الأطراف داخل النظام في المملكة العربية شلت الفيتو أصبحت تنظر بنظرة إيجابية إلى ترشيح الوزير سليمان فرنجي، وأن النظرة السابقة على أساس أن الوزير سليمان فرنجي ملحقا أو تابعا لحزب الله يبدو أنها هذه النظرة غير دقيقة. هذه معلومات دقيقة أنا اليوم بكشفها عبر قناتك، فبالتالي نستطيع اليوم أن نتحدث عن تحول جذري في موقف المملكة العربية السعودية، وهذا انطلاقا من هون انطلاقا من هون الى مرشح اخر. عظيم. انطلاقا من هون، هل تتوقع كما توقعت السفيره الامريكيه انه في انتخاب بحزيران؟ سؤال لي. ايه طبعا بعدني معك. انا باعتقادي الشخصي انه الرئيس نبيه بري طبعا هو الذي يعني لديه كل المعطيات، الاجواء ايجابيه جدا عند الرئيس نبيه بري، وهو يدفع باتجاه يعني يبدو انه وضع هذا التاريخ بالتوافق مع السعوديين من اجل حس الاطراف اللبنانيه على الذهاب نحو ايجاد شخصيه تواجه الوزير الفرنجي. انا باعتقادي الشخصي انه في حال فشلنا بانتخاب الرئيس او ربما نذهب الى جلسه ما بين 6 الى 8 يعني يا 3 يا 8 الشهر، في حال فشلنا في هذه الجلسه بانتخاب سليمان الفرنجي هذه الجلسه سوف تؤسس جلسه ثانية أو ثالثة تنتج في نهاية المطاف انتخاب سليمان فرنجي رئيسا للجمهورية. أستاذ نضال السبع، بدي أتشكرك على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات، وطبعا شفتك مرتين ثلاثة عم تقلي مظبوط لأنه أنت كنت بالسعودية. هل صحيح أنه هل قد الجو إيجابي قد ما حكي أستاذ نضال؟ الجو المملكة العربية السعودية هني مع انتخاب رئيس جمهورية. اوكي هذا موقف مبدئي. هذا موقف مبدئي. وهني مع انه مين بيختاروا اللبنانيين، هني ما عندهم مشكلة بالتعاطي اليوم مع حدا، لانه بنرجع بنكرر انه تغيرت النظرة وتغير. بس مع استاذ نضال تخطينا، قال متوقع مرحلة جديدة رابعة مثل ما سماها، وصولا الى حتى تأييد وصول سليمان فرنجي الى الرئاسة. مزبوط يا استاذ نضال؟ 100%. يعني دقيق نقل كلامك، في تحول كبير على فكرة، في تحول كبير بموقف المملكة. هو قصة التحول. أوكي خلينا نسمع شو بيقول. هو قصة التحول مزبوط، بس هو أمتين توقيته التحول؟ ما هيدي النقطة الأساسية. هو التحول ما كلها عنا القراءة طبع هذا الموضوع، بس التوقيت عم تختلف عليه. هي التوقيت لأنه بالنهاية في اليوم بدك في نوع من التوافق بده يصير، في نوع في بدك غطاء مسيحي لهيدي الانتخابات. مظبوط ام لا؟ هيدي بعد ما تظهرت الصوره. يعني اليوم بعد ما تظهرت الصوره اوكي، ومعروف اليوم انه الوزير فرنجي قد ايه بيجيب، بس بعد في نقاط وبعد في كتير محطات اساسيه لتوضع سوريا. يعني اليوم ما فينا نحدد اوقات وتواريخ بهالقصه. يعني الوزير جبران بيصير اقولك معقول يرجع الى ما في يحدد انا مين بيرجع شو بيصير كيف تتغير الامور. لانه يعني اليوم التطورات تتغير اليوم بالسياسي، اليوم هون تاني يوم مش هون. طيب استاذ نضال، توقع بحزيران الانتخاب ان شاء الله؟ انا بتمنى جمعة الجاي. لا اكيد بمعزل عن التمني، برايك في انتخاب فعليا بشهر حزيران المقبل؟ قصه ممكن اعمل جلسه بست شهر. ايه مزبوط، هيدي ممكن تصير إذا في نوايا لهذا الموضوع يعني من جميع الأطراف، حتى نحطها بإطارها. ممكن يصير في جلسة بست شهر عضوة منشوف شو بيطلع التطورات، ما هي كلها حسب شو عم تنتج. عم بيصير. طيب مدام عم نحكي عن شو بيصير، بعد عندنا سؤال لإلك أستاذ نضال. من أي طرف مسيحي يعني في حال استكملنا معك السيناريو اللي حطيته، معقول أنه يغير رأيه تجاه انتخاب سليمان فرنجي؟ اولا نحن في عنا يعني في ثلاث خيارات. الخيار الاول ان ينجح حزب الله بايجاد خرق مع الوزير جبران باسيل، وانا حتى هذه اللحظه استبعد هذا الخيار. الخيار الثاني انه تنجح المملكه العربيه السعوديه بايجاد خرق مع الدكتور سمير جعجع، وانا باعتقادي الشخصي
يعني أنا برجح هذا الخيار برغم من الحديث المرتفع للقوات اللبنانية لعدد من الأسباب. أولا دكتور سمير جعجع ما ممكن يخرج عن الإرادة السعودية، ما ممكن يصبح خارج البحر السعودي. دكتور سمير جعجع والقوات اللبنانية تتلقى دعما واضحا منذ عام 2005 وهي تطل على الحالة الوطنية السنية من خلال تحالفها مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي لا أعتقد في حال أخذت الرياض هذا القرار بتبني ترشيح سليمان فرنجية أن الدكتور سمير جعجع يعني سوف يعارض. الخيار الثالث عمليا يعني نحن اليوم إذا بنحسب التيار والقوات عمليا يعني في حوالي 34 نائبا مسيحيا، لأن في يعني داخل الكتل في نواب غير مسيحيين، عمليا بفضل حوالي 28 نائبا. يعني ماذا يمنع أن يذهب 28 نائبا إلى توفير نصاب هذه الجلسة وأن تنجح المملكة العربية السعودية يعني بفتح هذه الثغرة وأقناع هذه الأطراف؟ أيضا يعني يبدو أنه الجانب الفرنسي تحدث مع الوزير جبران بيسير من أجل توفير النصاب، يعني وحسب أحد الأشخاص قال لي يعني الجانب الفرنسي يبدو أنه استخدم العصا والجزرة مع الوزير جبران بيسير مقابل يعني توفير النصاب، وتوفير النصاب من قبل الوزير جبران بيسير يعني حكما أن هناك أطراف داخل تكتل التيار الوطني الحر سوف يذهبون باتجاه يعني انتخاب الوزير سليمان فرنجي. أستاذ نضال كم سؤال، الجزرة بنعرفها بس العصا شو يعني؟ تهديد بعقوبات؟ ربما طبعا ربما يعني تهديد بعقوبات. بالنسبة للجزرة يعني ضمان حصته داخل السلطة، هناك لديه يعني الوزير جبران بيسير كان واضحا في جزين، هو تحدث عن الصندوق السيادي اللي حينتج عن النفط والغاز في البحر، وتحدث أيضا عن اللامركزية الموسعة. باعتقادي الشخصي أنه كل الأطراف ليس لديها مشكلة مع اللامركزية الإدارية، ولكن اللامركزية المالية هي يعني عليها خطورة لأنها هي مقدمة لتقسيم البلد. هناك قلق من بعض الأطراف حول هذا الطرح بالذات. أنا باعتقادي الشخصي أنه في حال تم توفير هذه المتطلبات للوزير جبران بيسير بالإضافة طبعا يعني لا ربما موقع حاكمية مصرف لبنان أو قيادة الجيش، باعتقادي الشخصي أنه ربما بدفع فرنسي سوف يمشي الوزير جبران بيسير. يعني بالسياسة يعني علينا أن نتوقع كل شيء. من كان يعتقد قبل حوالي السنتين أو السنة يعني أن يذهب الرئيس السوري بشار الأسد وأن يعقد لقاء مع الأمير محمد بن صحيح. سلمان صحيح. على سيرة الرئيس السوري بشار كل الأسد وده. صحيح، بدي أتشكرك على هذه المداخلة. بعد عندك شيء؟ لا أنا بس بدي أكد أنه يعني أولا في بالنسبة للرئيس بشار الأسد والأمير محمد بن سلمان صار في تواصل مباشر، الآن نحن أمام تواصل مباشر حدث قبل القمة وحدث بعد القمة. شو يعني تواصل مباشر؟ وحتى اللقاء الثنائي. شو يعني عفوا شو بتقصد بالتواصل مباشر؟ في يعني الاتصال لم يعد مربوطا ما بين اللواء حسام لوقا والفريق خالد الحميدان، هناك تواصل مباشر ما بين الرئيس السوري دائم. بشار يعني قصدك تواصل مباشر دائم، هذا قصدك؟ في اتصال هاتفي مباشر بين الأطراف أوكي. وهناك كيمياء وهناك تفاهم حول العديد من الملفات. أنا بحب أكد اليوم أنه باللقاء المباشر يلي جمع اثنين صار في حديث حول اللقاء العلاقات الثنائية، صار في حديث حول مكافحة الإرهاب، صار في حديث حول الانتهاء من فترة العشر سنوات التي عاشها العالم العربي في ظل الفوضى ومكافحة تنظيم الإخوان المسلمين، ولكن لم يبحث الملف اللبناني ولم يطرح خلال اللقاء الثنائي موضوع الوزير سليمان فرنجي. شكرا لك، سمعتك عم بتقول شغلة انه كل هالامور يلي ذكرها انه معقول تخلص بجمعتين. ما هيدي ايام، هي قصة توقيت، هي قصة الوقت يعني، لانه هيدي المواضيع اللي طرحها هي موضوع اساسية واليوم مطروحة على الطاولة. كثير الامريكية متفائلة جدا، ان شاء الله خير ان شاء الله على كل حال ان شاء الله. شكرا شكرا لك استاذ نضال، معي الوزير شكرا اكيد لك. رح نتابع حوارنا معك وانما بعد فاصل اعلاني اول. إن هلا موضوعين اساسيين، الموضوع الاول ما تردد انه من خلال قمه جده صار في وعد
للرئيس ميقاتي ويمكن لإلك من قبل المسؤولين السعوديين بأنه بإعادة فتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية، هل هذا الأمر حقيقي؟ أو كمان كلام إعلامي؟ لا لا، أي وعد هذا الكلام الوعد لو فيه كان طلع وصرف، هو في تباعث صار في مباحثة. لا يعني السعوديين لم يعدوا اللبنانيين؟ أكيد ما وعدوا، ما في وعد، في إلى خارطة الطريق هذا. بس بلشوا يبحثوا معكم؟ أكيد بلشوا يبحثوا، كان صار له فترة إحنا عم نتباحث بهذا الموضوع قبل القمة جدة، وأنا كنت من الأشخاص القائمين فيها مع عدد من الوزراء، كنا عم نتباحث بهذا الموضوع بقمة جدة، رجع فتحنا بهذا الموضوع والقضايا يعني حسب ما شفناها بالقمة والإيجابية المملكة العربية السعودية اليوم باتجاه لبنان بهذا الموضوع، وأكدت أنه بواسطتنا فتحت البحرين، وهذا واحدة من المؤشرات كتير إيجابية بالنسبة للانفتاحات. وعد ما في، في عم نتباحث كدولتين بالنسبة لهذا الموضوع حتى ما منا نرجع نعمل أي إشكالية أما أي غلط. طب حكيت عن خريطة الطريق، شو بتتضمن خريطة يعني شو بدهم السعوديين؟ يعني لحتى السعودية اليوم الشيء الأساسي اللي عندهم هي قصص عدم دخول الممنوعات على بلادهم، كابتاغون يعني الوحدة منها الكابتاغون وكل شيء أنه تكون ضمن الضوابط، ونحن عم نشتغل على شغلي وإن شاء الله قريبا جدا نحكي عنها. شو هي؟ ما راح احكي تقريبا لا، ما انه هيدا شغلي شوي راح تنعمل بطريقه، عم نشتغلها بطريقه ذكيه شوي لنقدر نشوف كيف نضبط هاي العمليه، مع انه وزير كيف الداخلية كيف تضبطوا عمليه تهريب انه عبر التصدير. هلا هون مضبوطه، يعني يعطيه عافية وزير الداخليه يعني عم بيقول بجهد جبار، عم بيتم اكتشاف كثير والاجهزه الامنيه صحيح. كلها سوا يعني عم نعمل اشغال، بس انه بدك تضل يعني هلا من جمعتين لا بعتقد مدري وين بيقول بشي بالرمان مدري باي يعني هذا الموضوع بده شويه. فهون نحن يلي عم نشتغل عليها لا نعمل اسس نرجع نفتح الاسواق بطريقه سليمه. في يعني بالنسبة يعني في النية السعودية خلينا نحطها منه قرار سياسي بقدر منه قرار أمني، لك هو مشترك مشترك خلينا نحطها بإطارة. اليوم القضايا السياسية تحلحلت القضايا أوكي، في القضايا الأمنية اللي كمان القرار السياسي ما تحلحلت 100% قريبة كتير صارت كمان هيديك الموضوع يعني عم تمشي، بس الشغلة الإيجابية إنه في نوايا وفي حكي بهذا الموضوع وفي تباحث إنه كيف منا نعمل لها الصيغة ونحن عم نتباحث فيها، وهذا موضوع من زمان نحن مشتغل عليه بس ما كنا نحكي فيه بالعلن أوكي، لأنه كنا عارفين تشتغلوا فيه كحكومة إيه، وهذا الموضوع كان على طول الرئيس مئاتي شخصيا هو يشتغل وفيه كان هيدا، وكنا على طول نتباحث وشو الخطط البديلة وشو نعمل. طب إذا من زمان عم تبحثوا ليه ما وصلتوا إلى نتيجة عملية؟ كان في وقتها قصة سياسية، ما أنت تفضلت قلت كان في مواضيع سياسية، اليوم الظرف كان في حكم الرئيس عون يعني؟ لا ما نو ما دخل الرئيس عون، هيدا الموضوع بعد الرئيس عون نو بعد الموضوع موضوع الرئيس عون كان في وضع معين اوكي، وبتعرفوا كان بالسياسة اليوم يعني اليوم هلا الانفتاحات الجديدة هاي التغيرات الجديدة مثل ما قلنا اليوم المنطقة رايحة على وضع جديد وضع جديد. وخليني بعد ضوي على نقطة كتير أساسية، السوق العربي كله سوا 460 مليون مستهلك، 460 مليون مستهلك نعم كله سوا انكلودينج مصر وكل هالدول كله سوا اوكي، وهيدا سوق بيوازي السوق الاوروبي المشترك، وهيدي النظره يلي عم تطلع عليها المملكه العربيه السعوديه. من خلال لقاءاتك مع المسؤولين السعوديين، هل صحيح انه حلم الامير محمد بن سلمان ان يصل الى هذه السوق العربيه المشتركه 100%؟ وهيدا هدفه وهيدا شغله، والانفتاح العربي يعني ينعمل اتحاد عربي صحيح. على أسس اقتصادية ومصالح. لك الأمير محمد حالة جديدة، حالة رائعة، عنده نظرته هيدا، والتغير اللي صار بالسعودية صدقني بتتفاجأ أي واحد. من أي متى بتوع السعودية؟ أنا كنت بالسعودية وعشت بالسعودية بحياتي بالأساس بالأساس عشت فترة بالسعودية. طيب بآخر زيارة شو؟ أي تاني زيارة رحنا على القمة العربية الصينية كانت بالرياض كانت مفاجأة. كان سألك فيلل
كان صار لي زمان، كان صار لي شيء 8 سنين 9 سنين مش راجع على السعودية. شو اكتشفت يعني شو شفت بالسعودية يعني الجديدة؟ بقول لك إياه أبيض أسود أبيض أسود إيش؟ على جميع الأصعدة بشكل ما بتلحق الأشياء كيف تبدلت بالسرعة وبالطريقة والتطور اللي صار ما بتلحقها. يعني قد ما في كله تغير، مش أقسام كلها تغيرت، المنهجية تغيرت، الطاعات تغيرت، الأمور تغيرت، النظرة الأمير محمد غيرت المنطقة كلها سوا. يعني ما عادش تحس بشيء من اللي كنت تحس فيه، بتحس اليوم من الدول المتقدمة المتطورة اللي فيها رايحين صوب أنه اللي بيحكم العلاقات بين الدول برأيها المصالح وليس الإيديولوجيا. 100% هيدي النظرة. وهيدي اليوم هيدا العالم، هيدي الجلوباليزيشن اليوم، العالم بعد 2000 هيدا اللي صار. وهيك ماشي الاقتصاد العالمي اليوم. وهيدي نحن اللي كمان كنا عم نحكي عليها، بلشنا أول ما حديثنا هاي النظرة اللي نحن لازم نتطلع فيها. وهيدا نحن عم نشتغل فيها اليوم بالحكومة عنا. أوكي، يعني نحن اليوم عم نتطلع على هيدي النظرة، كيف المرحلة اللي جاي كيف منا، لأنه في عندك إشي خسرتها. مثل شو؟ عندك كتير من الأمور خسرتها، عندك كتير من المميزات كانت كلبنان خسرتها. كلبنان. أوكي، اليوم بدك تطلع على إشي جديدة تعمل new added value للبنان. وهيدا مثلا مشان هيك نحن اليوم بتركيزنا بالصناعة، تركيز على الصناعة، لأنه هيدا اليوم عم بيرجع ياخد دور كان بالزمان معش ما وصل لمراحل. وهون أنا بتشكر الصناعيين يلي هني بفضل الصناعيين مش بفضلنا نحن كدولة، خلينا نحطها. وهو الصناعيين يلي كانوا مجهدين كل الفترة اللي ماضية يلي ضلوا مستمرين، لأنه كانت سياسة الدولة اللبنانية الريعية وبعد العقلية بلبنان لليوم يعني تغيرت قسم كبير منها وأنا بعاني منها. أوكي، يعني كل الفكر دائما اقتصادي والتجارة وشريته ومش تربيته والخبريات وهيدا ضمن والربح السريع وربح السريع من ربح السريع، بينما هو نحن التوجه وهيدي وحدة من القضايا نحن كحكومة منها توجه انه على الاقتصاد الثابت والمنتج يلي هو هيدا اللي بيستمر وهيدا اللي بيعطيك المقوم بأي أزمة مكان بتقدر تطلع منها، بس يكون عندك هيدا المقوم. هيدي بالنسبة للصادرات، لكن ما في وعد رسمي، بس انه في مباحثات. اكيد ما في وعد، لو في وعد رسمي كان طلع وانتو على الطريق. انت برأيك في تفاعل صارت هي بيني ومع وزير الزراعة اتنقل، لانه نحن هيدي اكبر اسواق، عم نحكي سوق السعودية نحن بالنسبة لنا بحدود 600 مليون دولار بين الصادرات الزراعية والصادرات الصناعية. في تاريخ عريق نحن مع السعودية بهذا الموضوع، كان وزير الزراعة بهذا الاطار وعم نشتغل عليها، يعني عم نشتغل عليها بجهد وهيدا، ولا ان شاء الله بس يجي سعاده السفير. وقضيه السياح انبحثت، عوده السواح ان شاء الله كمان ان شاء الله قريبا، يعني كمان مربوطه بالكابتاغون وهيك. ما دخل هيدي، ما هيدي وحده ان شاء الله قريبا كمان بقصه الحظر ان شاء الله كمان نتمنى يعني، وان شاء الله يعني بتتوقع انه بهذا الصيف انه شاهد السياح ان شاء الله يا رب ان شاء كمان الله. يعني دجا عم بقول لك يعني انا ما بحب اكد الا ليصير، يعني ما بحب احكي شوي بالمجهول. الاجواء بقول لك اياها كثير ايجابيه، اخواننا بالمملكه ايجابيين كثير معنا، عندهم نظرتنا هيدا، بس كمان ما نحن ما نطلع بحالنا كمان، ما نحن كمان علينا دور، يعني على طول متطلب من الخارج المستحيل، فهمت علي كيف؟ نحن عنا ما بنعمل شيء. طيب بالنسبة لقضية النازحين، وعينا اليوم على خبر انه دولارة النازحين كمان يعني يقبضوا بالدولار. استاذ وليد نعم، او مصرياتهم دخلك بيجوا من لبنان اما بيجوا من دول تدفع بالدولار؟ بيجوا من دول مانحة كانت تحول على مصرف لبنان الى لبنان ويعطيهم اياها احيانا باللبنان. هيدي سياسه الحاكم يلي دائما بيقوم فيها، هيدي دائما سياسه الحاكم، بس هي اساسها المال دولار. مزبوط ام لا؟ الا اذا عم ندفعهم نحن كلبنانيين مساعدات حتى نلبننهم وندولرهم ونفوت بكل القصص، ما هني اساس هذا. بس هي اكيد بالتحويلات انه كان يستفيد منها مصرف لبنان. هيدي دائما سوق القطع، اما المصرف المالي انا عم بحكي انا اليوم ما هذا شيء مني مش معلومات، بيتصرف وين بيلاقي مصلحته بيحرك الامور مثل ما هي وبيرجع بيقلبها دائما بمصلحته هيدي، يعني بس هيدي ما بتفوت. ايه بس منه متخذ قرار على صعيد الحكومه؟ لا اكيد او لا. رئيس الحكومه اكيد هلا رئيس الحكومه نفي، بس التيار الوطني الحر حط المسؤوليه عليه. اكيد لا، يعني ولا مره صار في مسؤوليه الرئيس
نجيب ميقاتي هذا الأمر؟ أكيد لا، أكيد لا. ليش بده يتدخل بهذا الموضوع؟ ليش بده يتدخل بالسوق؟ بس القطاع؟ الأمر لا يتعلق كمان بدك قرار سياسي يا أخي. من ليش بده قرار سياسي؟ برجع بكرر، هذا سوق القطع هو بيتحكم بهذا الموضوع. ارتفعت أصوات اليوم أنه الموظفين عم بيقبضوا باللبناني، بيتعتق موظفين بالرسميين يعني بالقطاع العام. لا ايه الدوائر الرسميه القطاع العام، هي متفقين انه رح يقبضوا على الدولار اوكي على سعر صيرفه. صار النازح السوري بيقبض بالدولار والموظف اللبناني بيقبض على اللبناني. لا، الموظف اللبناني هو بيقبض المعاش، واليوم بالقطاع العام رح يقبضوا على الدولار على سعر صيرفه. هيدا معروف، هيدا الموضوع انه رح يقبض على الدولار على سعر صيرفه على الدولار. طيب انت بتنفي هيدي كقطاع عام. اوكي، هلا بالنسبه لقصه النازحين اكيد ولا مره صار في تداول، يعني موضوع ما له اي قاعده. رح اقول لك لا، لانه المصاري جاي دولار، وهيدا دائما متحكم فيها المصرف لبنان ضمن مصلحته. عم بقول لك اليوم بس الدوله اللبنانيه عم تيجي تقول له للموظف اللبناني بدي اعطيك دولار، هل بس هيديك المصاري ما هي جاي دولار. ما اذا بنشوف يعني في سياسه، هذا التعميم الاخير اللي صار لك كيف ملقوط الدولار. اكيد. طيب وهيدي كانت يعني سياسه حكيمه اخر تعميم، يعني يا ريتو هذا التعميم وهي الاسلوب اللي انشغل هلا، الطريقه اللي انشغل على 95,000 اخر وحده هيدي لما وصل على 140 وهبطت، هي يا ريت انعملت من زمان. مزبوط ام لا؟ بس برايك رح يبقى ثابت؟ يعني هلا يا ما قضيه مرحليه. أنا برأيي مضبوطة القضايا، يعني حتى إذا بنجي بنشوف السوق، حتى إذا ترك حاكم مصر يعني رياض سلامة حاكمية مصر، برأيك تركه ما رح تأثر؟ ما رح يأثر؟ هيدي بالنهاية مؤسسة وحاكمية مصر في لبنان بس يقال إنه صحيح إنه مؤسسة، بس تعرف دائما وخصوصا بلبنان دور الفرد، ويقال كمان إنه كتير الحاكم هو ون مان شو يعني. هو شخصيا ما في اجزم بهذا الموضوع، ما في عارف يعني ما عندي اي معلومات، ما في كمان اجزم شو بالتقلبات اللي بدها تصير السوق هيدا. اوكي، انا بقول نحن كدورنا قد ما فينا نخفف هيدا الموضوع بالمرحله اللي جايه، لانه انت بتعرف كمان الحكي السياسي والسياسي بتاثر كمان على الاقتصاد. أكيد. اما على القصص القضايا، فهون في واجب معين كمان نحن لازم كلنا نتضامن عليه لا نقدر مرة السياسيون والإعلام سوا هون يعني. طيب هون بعد بدي كمل معك بقضية النازحين. البعض قال إنه في خيبة أمل من قمة جدة بإعلان جدة، لأنه ما كان في أمل كتير واضح بالنسبة إلى قضية النازحين. لك قصة قضية النازحين منا أولوية اليوم، في أولوية هيك حسيتها بالقمة، لأنه منا اليوم لم تكن أولوية. يعني اليوم بعد في كتير أمور، يعني اليوم العلاقة السعودية السورية بعدها بأولها. مزبوط أم لا؟ يعني صحيح. هلا صارت المصالحة، في كتير ملفات وفي كتير بنود وما فينا نشعب يعني كلها. من هيك يعني ما مرقت بالقوة المطلوبة بإعلان يعني جدة. خيب يعني ما إجا في أساسات، بعد في كتير قضايا ولا أحكيهم الأستاذ نضال رايت نحكيهم في كتير أمور أساسية، في عندهم مشاكل اليوم أساسية، ملفات أكبر من موضوع النازحين يلي يعني. بس نحن كدولة والرئيس مئاتي بالموضوع طالب فيها رسميا وتسجلت هذا الموضوع واتاخد بعين الاعتبار هذا الحديث، وكل الوقت مباحثات كانت على قصة النازحين والعبء النازحين على الدولة اللبنانية وقدي تكلفتها كانت على الدولة اللبنانية كلها المرحلة كلها سوا. يعني مكلفتنا ب 43-44 مليار دولار كإنفراستراكتشر، كبنية تحتية وكمصاريف وككهرباء نعرف كل الخبرية كلها سوا، أنه هيدا اليوم صار الموضوع محطوط على الطاولة عم بينحكى فيه على الطاولة. هلأ بعد بلش بس شو أنه عم بيتقدم هذا الموضوع، عم بيتقدم اليوم في لجنة وزارية عم تتفاوض مع سوريا، في العميد بيسري عم بيتفاوض مع سوريا، في لجنة وزارية كمان هي مسؤولة عن هذا الملف تفاوض كله سوا. يعني لما بيطلع الرئيس ميقاتي إلى دمشق طيب حصل ما يعني ما بعرف يعني ما بعتقد في شو اسمه اليوم في بدك تحضر الملف اليوم، أنه قصة بدك تحضر الملف، بدك تحضر خارطة الطريق للملف، بدك
تشتغل على الملف. مزبوط أم لا؟ وزير المهاجرين منه محضر ملف؟ لا محضر ملف بس إنه كميا عم بيحكيها وزير المهاجرين. يعني لازم يعني بدأ خريطة بدأ شغل يعني بدأ بعد إنه أنت عم تحكي حسب الإحصاءات إنه مسجل عنا 865 في شيء 700 مش مسجلين حسب تقديرات كلها مليون تقديرات. ونص أو مليونين ما حدا بيعرف مليونين ما حدا بيعرف. طب ما أنت أول شيء ما تعمل أنت خارطة الطريق بده يكون عندك هون هون. وكمان وزير الداخلية طلب من البلديات وأتمنى البلديات أتمنى بقى يبنعمل إحصاءات وهذه مسؤولية وطنية. مسؤولية علينا أو على مفوضية اللاجئين؟ مسؤولية علينا نحن نحن بلد كحكومة كبلديات كسلطات كحكومة ككلنا نتعاون كلنا سوا لأنه نحن لحالنا كلنا ما هي تضامن. ما صار من قبلكم تقصير بهالموضوع؟ يعني ليه من وقت ما إجت هذه الحكومة وقامت بهذا الأمر أو طلبت من مفوضية اللاجئين أنه بحسي هالموضوع؟ انت بتعرف مظبوط نحن اول ما جينا دافتنا باضرابات واضرابات موظفين ومشاكل اقتصاديه والموظفين ما كانوا بيجوعون وعندنا كورونا وعندنا كتير قضايا يعني يعني عن جد نحن حميله قد ما بدك نحمل بس بس انه وهيدي كلها ملفات كبيره ولا سبعة اشهر تصريف اعمال ايه وسبعة اشهر تصريف اعمال ويعني عن جد يعني اليوم يعني هيدا القرار يعني هون كان التيار الوطني الحر كان معه 100% حق لما وقت الوزير جبران طالب من اول نار بهذا الموضوع ما حدا سمع له. مزبوط ام لا؟ انه ما حدا سمع له تركنا الامور لوصلت لهون واليوم تعالوا يا حكومه رئيس مئاتي بدكم هاي تعملوا هاي وهاي 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 ما لنا سوبرمان يعني عم قد ما فينا سوبرمان وباي ادوات باي يعني. ادوات معنا طولز يعني صدقني يعني معلش اليوم بس ما في مخطط برأيك هلا بمعزل هودي بنعرف وضع الدولة بس برأيك ما في مخطط دولي لإبقاء النازحين بلبنان؟ هيدا بنعرفه وبنحسه وبنشوفه أكيد أنت منه لا أنه بنحسه وبنعرفه وبنشوفه يعني ما هو الخطورة يعني هون يمكن لازم دغري هذا السؤال الكبير كلنا سوا لازم كلنا نتضامن ونسأل ونوضح هاي الفكرة نوضح هيدا الفكرة أنه هيدا ما بنحسه نحن اليوم انه مثل سؤال انطرح هذيك المره انه مثل ما عم تدفعوا لهم هون تدفعوا لهم بسوريا بس اذا بدكم انه طيب سؤال اخير بهالموضوع ما بتشعر انه مفوضيه اللاجئين عم تبتزنا بشكل او باخر ليك انا ماني فايت كثير بالعمق حتى اقدر احكم عايضا ماني فايت كثير يعني انا شوي براقبه من برا بنسمع التداولات اللي بتصير ماني فايت يعني اكثر الوزير حجار هو بيتعاطى اكثر هو بيعرف بالموضوع اكثر يعني ما في اجزم انا ما بحب اجزم اذا ما بعرف مرتاح الى ادائه تخفف لك السؤال مرتاح الى ادائه لك ماني مرتاح رح اقول لك لا في واقع اللبناني انا بالنسبه لي اللي هو ضغط علي كثير هالموضوع والمفوضيه ما عم بتشوف الواقع اللبناني تبعه ما عم تقراه مزبوط للواقع اللبناني وهيدي غلطه عم يغلطوها انه هيدي مشكله يعني بالتالي الامم المتحده ما عم بتشوف الواقع يعني ما عم يعني في واقع لبناني يعني اليوم انه فهمونا يعني فهمونا بقى شوفوا يعني وضعنا مزبوط ام لا يعني هيدا هيدا الواقع انا بهي النظره يعني بشوفها وهذا الشيء بيزعجني يعني بيزعجني كثير يعني لانه يعني انا من الاشخاص مؤمن بالسياده اللبنانيه لاقصى حدود لاقصى حدود انا هيك بفكر هيك بنظر هيك أتعاطى فصل إعلاني أخير ونستكمل معك هذا الحوار يعني بعد عنا يمكن 7 أو 8 دقايق بدي استغلهم للحكي عن هيك قضايا إجت وقت اللي نعرف إنه في حلقة معك منا قضية معمل كفرية هيئة دايما بينطرح إنه عم بيقول إنه كذا مرة صرت واعد إنه يسكر بعد ما سكر لا. أنا بعتذر منه للي بعت لك الدعوة لأنه هو بيعرف كتير منيح وكفى بقى على هذا الموضوع عن جد كفى هو مزبوط أنه كان يعني بيعطي تلوث للبيئة لا 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 نحن بعتنا كان في معمل أقفلناه نقل لمعمل تاني وهو بيعرف وبيريته بيطلع الجو والشغلة أخذها شوية زلمي شخصية ضد صاحب البراد بهذا الموضوع المعمل يعني المعمل اللي بيبعث السموم سكر صحيح اليوم ونقل لغير محل راح خربت انفار معاشه بالمنطقه هونيك
مش مقبول هذا الحديث بقى منه مقبول وهيدا وقته وهو بيعرف صار في اتفاق على هذا الموضوع ونقلنا الزلمة لغير محل. هلا ما بقى بتفاجئ أنا مش جديد رجع إجي شركة تاني فتحت هونيك وما بنعرف شو صناعته وما بنعرف شنية ورح نبعت الكشف بس الزلمة مرخص. لي فيها تفتح من دون رخصة؟ هيدي واحد واثنين إجينا تقارير إنه وزارة الصحة عطيته إنه ما فيها أي ضرر صحي وهيدي التقارير عندي إياه وهيدا المعمل التاني. يعني ما فينا نحن اليوم كمان ما بعرف إذا يمكن في خلاف شخصي بينه وبين هذا الموضوع اللي حملها رأيي وماشي فيها. يعني وقتها كان معمل البلاستيك تسكر أوكي ورح أقولها مثل ما هي أرمني كان أرملي أرمني إيه أرمني أرمني ونقلني بطلب مني يا أخي حللنا المشكلة مع أنه الزلمة كان قانوني وكل شيء قانوني بالنسبة لهذا الموضوع طلبنا نقلني قلنا يا خينا نحن بتفاجأ قال لك بترجع بتطلع على القضية بكتشف انه في اجا معمل تاني قاعد هونيك. طيب انه بالنهاية هيدي منطقة كانت موجودة هيدا المحل موجود من 30 سنة مش للصناعة للصناعة موجود من 30 سنة ضح هلا اذا جيت انت عمرت وهيدي كتير مشاكل نحن عم نعاني منها وهيدي عم تزعجني هيدي الموضوع انه يا اخي ما كانت في مصنع هون ما انت بتجي بتعمر حدا مبنى طيب يعني فهمت علي كيف استاذ وليد يعني ما يعني منا يعني انطلاقا من السؤال انه انت بطلت حامي صاحب هذا المعمل ماني حامي انا ولا مره حامي لانه هيك مطروح السؤال لا انا بعتذر منه انا ما بعرف من هو صاحب المعمل وبعتذر منه وبعتذر بكل مره بيطلع لي بهذا الموضوع هيديك المره راح روح فيها اكثر راح فيها ببعد طائفي ما بسمح له ما بسمح له انا ما بحمي حدا طب ليه نقلته على خربت انا فرق نقلناك رمال حلت المشكل طيب اوكي بس بخربة انا فاض يعني مسموح يلوث لا منه ما راح الزلمة على محل تاني وبألف خير وبألف سلام بعيد يعني ما عنده مشكلة يعني منه ما عنده مشكلة بس هو بياخدها عطول كل ما بيجي حدا بعتقد اذا حدا بيمرق منك بيزعج منه انه مغطي انا ما بغطي حدا هو بيعرف كتير منيح انا ما بغطي حدا وكلهم بلبنان معروف عني انه انا ما بغطي حدا طيب في سؤال تاني كمان في سؤال تاني انه كم معمل غير شرعي وقف وزير الصناعة خلال الولاية اهو قد ما بدك قد ما بدك كان في قرارات قد ما بدك وبأصعب مناطق وفي معامل كان صار لها تاريخ موجودة بمناطق معينة وتسكرت وكان في تجاوب معي من كل السلطات ومن كل الهيئات شو قصدك يعني بأصعب مناطق يعني انه مناطق كانت صعبة مثلا منطقة دوريس مثلا سكرنا معمل معمل لبني طويل عريض وبعلبك سكرنا معامل وما كان سكرنا معامل وبالعكس كان في كل الدعم الإيجابي على هذا الموضوع سكرنا كتير من المعامل الغير شرعية ونحن خليني يزد لك بعد عليها أكتر أنا كل يوم وهيدي معروفة عني بكل وسائل الإعلام لأنه يعني الحمد لله ولا وسائل الإعلام طلعنا فيها وبكل خطباتي وحتى نحن عاملين مراسلات لكل البلديات بلبنان رعطونا دايما أخبار إذا في مصانع غير شرعية لنتحرك نحن على ضوء عنا 1060 بلدية ولا اخبار من البلديات ابدا ولا اخبار قلت له لو كنت بسويسرا يمكن بس بطلب يجي لي شو واحد اثنين عم بيشتغل بالشارعي عندنا بلبنان ما في ولا خبر شو بدي اقول من وين ساعتها بيجوكم الاخبارات من اشخاص متضررين أشخاص متضررين. متضررين اشخاص متضررين امبارح اولت امبارح بالليل 11 ونص بيجيني خبر على هذا قلت له ابعث لي اللوكيشن على شو بتكل ببعث لي اللوكيشن نطلب دائما دب فورا انا تاني يوم الصبح معروف عني بياخذ اجراء تاني يوم بشهاده الكل تاني يوم الصبح نعمل تبليغ بتتحرك الاجهزه بتروح على هذا الموضوع لانه مسكره فورا على كعبه وانتهت القصه يعني بالعكس انا اليوم مصلحتي ومصلحه الصناعيين كدوله لبنانيه وصناعيه نقدر هودي نسكرهم على الماكسيموم بس ما بدها تعاون اكيد تعاون مشترك يعني اليوم سؤال بعد كمان من المشاهدين انه طرحوا اسئله انه هل في خطه وضعت حقيقه للقطاع الصناعي او بدنا ننطر العهد الجديد؟ لا الخطط من اول نهار عملت خطط وكل يوم نحن الخطط بنطورها ونحن على تواصل على طول يومي بهذا الموضوع بنشوف شو في اشياء جديده شو المتطلبات اليوميه وعلى ضوء كثير قرارات طالعه وفيهم يزوروا الموقع تبعها بيشوفوا قدي في قرارات قدي في قصص عم تتطور قدي قوية المراقبة قدي في قصص أوننيها
قداي علينا قصة الجودي، قداي نحن كوزارة صناعة عنا نحن مؤسستين تابعين إلنا، هي معهد البحوث الصناعية ولبنور اللي هي المواصفات والمقاييس، قداي عم نعمل شغل جبار بهذا ونحط مواصفات ومقاييس بالنور من لبناز، قداي في رقابة، قداي علينا ستاندر. قداي استفادت مع الوزير الصناعة اللبنانية من ارتفاع سعر الدولار وتدني سعر الليرة، لأنه طبعا اليد العاملة صارت أرخص وبالتالي الإنتاج صار أرخص، كان الدافع كتير كبير للصناعة اللبنانية بالمرحلة اللي ماضت وعطتهم مقومات أكتر، صاروا يقدروا أكتر على المنافسة، صاروا يقدروا أكتر على المنافسة. اليوم كمان رح استغل النقطة الأولى ضوي عليها، اليوم أهم استثمار بالصناعة بيكون بالطاقة الشمسية، لأنه هذه رح تكون استثمار له جدوى مالية كتير كبير، لأنه أنت بسنة ونص سنتين بتسكر ثمن الطاقة، عندك 13 سنة بعدين رح تعطيك قدرة تنافسية أكتر وأكتر بالأسواق. هيدي واحدة من القضايا اللي اشتغلنا عليها، واليوم صار في كمية كبيرة من المصانع اللي عم تحول على الطاقة. طيب بلشنا بالسياسة ورح ننهي بالسياسة، آخر سؤال، كنا عم نحكي عن قصة حزيران ممكن أو منه ممكن، البعض بيقول ما فينا انه ما رح يوصل الاستحقاق الى نهايته قبل ما نوصل الى كانون الثاني، يعني تاريخ انه ترك العماد جوزيف عون قيادة الجيش، وبالتالي يمكن هون تنفتح اللعبة الرئاسية اكتر واكتر. الى اي حد انت من هالرأي؟ في قراءة بهذا الموضوع، في قراءة بهذا الموضوع، في واحدة من القراءات لهذا الموضوع. ان شاء الله انه نحن باقرب، معقولة مرة تانية انه يكون الجيش هو الحل؟ الجيش هو يعطول الامان والثقة والاستقرار، والشو هو صمام الامان يلي نحن عايشين فيه ويلي هو وصلنا لحديت اليوم، صحيح، وهذا المركب اللي عم يوصلنا اليوم هو اللي حمينا كلنا سوا، فممكن هيدي واحدة من التسويق، ممكن ما حدا بنعرف ان شاء الله، بس اليوم وقع الارض غير يوم تعرف اليوم اكيد حكينا عنا مطول، كثير قضايا هلا اذا طال الشهور ما حدا، اذا طال الشهور ما بتعرف يعني بتتغير المعطيات، يعني هون بنرجع بنكرر يعني الرؤيه منا واضحه، وهيدي واجب عنا نحن داخليا نتحول، مفروض نتحول، مفروض نروح نشرع، مفروض نتحاور، مفروض نقعد كلنا مع بعض، مفروض هيدا الموضوع. هلا مرحله نحط شوي السياسي على جنب، مرحلة حس يعني مصيرية 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 صح. وزير الصناعة والنائب جورج بوشكيان، بدي اتشكرك على هذا اللقاء، شكرا لك، انا الشرف استاذ، الله يخليك، انا كمان بدي اتشكر اصدقاء المشاهدين على متابعة هذه الحلقة مع وليد عبود، طبعا اللقاء يتجدد الاربعاء المقبل، تصبحون على الف خير.